15 قرش بلاستيك صغير كده حطيته في بطرمان ميه، فضل يكبر يكبر يكبر، كسر البطرمان، حطيته في بانيو، فضل يكبر يكبر، واول ما كبر خالص عم خربشني، قمت مخربشني خربشني، جيت اقتله لقيته بلاستيك ما ماتش. ايه يا ابني الخربشه؟ انت مولود على قطه؟ ما تعال يا حبيبي، اقعد معلم تمساح ده اللي احنا بناكل من خيره. ايوه اللي مربينا. ايوه احسن واحد بيعلم السرقه، مش عارفينه ده اكاديميه يا جدعان. اكاديميه التمساح، اكبر اكاديميه لعلم الاجرام. اكاديميه التمساح، نؤهلك الى الدخول الى الاجرام بكل سلاسه. اكاديميه التمساح، نعلمك نطه الثقه عليها ما يهدي. اكاديميه التمساح، اذا لا قدر الله لم يتجاوز الطالب المرحله الاولى ستعاد الثانيه مجانا. مجانا مجانا ستعاد مجانا. اعملوا البر خلاص. مجانا هتكرر لي كل الاعلانات. ما خلاص قلت اشرحه لكم. ما هو عارف المعلم تمساح. عارفينه ده راجل حنين قوي، لو جه انا كده هيقسى علينا. يا جدعان ده بيشيل اللقمه من بقه ويدهنا. ايه؟ يشيل اللقمه من بقه بعد ما يحطها في بقه. يا 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 رب على الغباء، انت فهمت ايه يا ابني؟ ايوه يا عم فهمت اللي انت قصده، اللي هو بيحط اللقمه في بقه ويحط فيها لسانه وبعد كده بين سنانه ويدهنا. يا نهار اسود. يا يا لا لا بص انت هتفهمني، انا قصدي ان هو راجل اصيل بيشيل اللقمه من بقه ويدهنا. يا بو انا فهمتك. بص انا هفهمك. بو يا ابني افهم. بو ايه؟ بس يا ابني يا معلم لو جينا انا ما سرقناش هينفخنا. يلا ندور عليه نشوفه راح هنا ولا هنا. ماشي يلا جاهزين. جاهزين ندور عليه في اي اوضه من دولت. يا معلم تمساح. معلم معلم تمساح. يا معلم يا معلم تمساح. يا معلم تمساح. ايه لقيته؟ لا يا معلم تمساح. 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 ها لقيته؟ لا. طب ما لقيتش الشغاله؟ يا عم شغلته. ايه طيب يا معلم؟ يا معلم تمساح. 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 مش انا واقف جنبيكوا؟ أيوة. مش انا واقف جنبيكوا؟ أيوة. طب امال ايه؟ امال ايه يا معلم تمساح؟ يا معلم انت مش شايفني يالا؟ ايوه انت اول مره تجولي يالا؟ ايوه يا معلم اصل ما كنا ايه ايوه يا معلم ايوه ايوه, أيوة. انتوا مش اول مره تشوفوني؟ أيوة. انتوا اول مره تشوفوني؟ يا معلم يا معلم ها 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 يا معلم ها ولا 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 بلا لا لا ايه الواد الاهبل ده؟ يا معلم ادينا فرصه نتكلم، احنا فاكرينك واحد تاني بس. واحد تاني ايه؟ على اساس ان احنا واقفين في الشارع مش دي الشقه اللي احنا داخلين نسرقها؟ أيوة. هيبقى في واحد معدي كده هو يعني من غير ما نعرفه؟ او هنلاقي الثلاجه معديه؟ لا الغساله معديه؟ ولا ممكن مثلا يكون واحد معدي من غير ما احنا ما نبقى واخدين بالنا؟ ولا مثلا ممكن يبقى في ثلاجه معديه؟ خلاص فهمنا يا معلم. ولا يكون في غساله معديه؟ فهمنا اقسم بالله. يعني ايه اللي دخل واحد هنا غريب مثلا الشقه؟ يعني دي مش شقه؟ على الطلاب الثلاثه فهمنا يا معلم، احنا اسفين. احنا مش عايزين نضيع وقت، انا بكره الرغي. ايوه انا بقول لكم اهو. ايوه يا معلم. ماشي. ايه ده؟ ايه ده؟ ده اكل انت جايبه لنا؟ اه. يا علاء. يا. يلا كل يلا. لا ما انت بتاكل الاكل وتطلعه تاني من بقك وتجيبه لنا؟ يا. انا اعمل كده ليه يا ابني؟ ايه القرف اللي انتوا فيه ده؟ هو الواد ده اللي قال لنا. انت قاعد بتقعد تقول لهم اي حاجه يالا ولا ايه؟ انا كنت بنفخ بس فيك يا معلم. ده يالا شويه محشي لقيتهم في الثلاجه، قلت بدل ما يحمضوا اكلهم انا. امال هسيبهم يعني في الثلاجه؟ ما انا اصلي لو سبتهم في الثلاجه ممكن يحمضوا. عرفنا يا معلم. اه ما انا عشان كده قلت اكلهم انا بدل ما يحمضوا بقى. والله عرفنا خلاص. لان عارف لو انا سبتهم في الثلاجه ايه اللي هيحصل لهم؟ هيحمضوا. ايه ده؟ لا ما انت يالا ده انت ذكي يالا. اه ما شاء الله. ايوه احنا هنقعد نرغي؟ هنقعد نرغي؟ لا يا معلم عايزين نشوف شغلنا يالا. ماشي يا معلم. عايزين نشوف شغلنا. ما تقلقش انا عامل تحريات. لميت المسروقات. اه عامل تحريات مفيش حد هيجي من البيت ده كلهم في عيد ميلاد. حلو قوي. اوعى لا حد يجي هنا اهو مثلا غصب عننا من غير ما ناخد بالنا ويخش علينا. دي تبقى مصيبه. لا لا عمري خستعت معاك قبل كده. اوعى تخستع معايا يالا. لا يا معلم. ايه ده؟ ايه صوت الزماره ده؟ بعد ما قلت ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ معلم معلم ايه؟
ايه صوت الزماره ده؟ ايه ده؟ ازاي عرفت ان في صوت زماره؟ انا بتنبأ. يا اخي بحس كده ان في زماره اتزمر يا اخي. علم يا استاذ. نرجع لموضوعنا. ايه صوت الزماره ده؟ يمكن العروسه كانت متكوفره. يا ابني عروسه ايه يا ابني؟ ايوه بيب 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 بيب. والزينه بقى؟ احنا جايين نسرق يا ابني مش جايين فرح. هبص انا الصوت ده لك. عايزك تبص لحسن يكون اصحاب الشقه جم. ماشي هتودينا في داهيه لان لو صحاب الشقه جم هيلاقونا هنا هيودونا في داهيه. ماشي الحق ابص. عايزك تروح تبص بسرعه ها وتيجي تقول يلا. ماشي يا معلم. بقول لك ايه؟ عايز الحق ابص يا معلم. انت لسه ما روحتش يالا. هروح يا معلم. انت لسه ما بقول لك ايه؟ انا كلامك ما بتسمعش ليه يالا؟ والله انا رايح بترجعني. مش انا قلت لك روح بص شوف دول اصحاب الشقه ولا لا؟ ماشي. يبقى انا عايزك تروح تبص بسرعه شوف لي دول اصحاب الشقه ولا لا. ماشي يا معلم. هتعمل ايه؟ هروح اتنيل ابص اشوف اصحاب الشقه جم ولا لا. انا قلت لك تنيل يا معلم والنبي. يلا روح بص. ماشي. ربنا يستر. ربنا يستر. ربنا يستر يا معلم. انت مين يا مصيبه يا معلم مصيبه. ايه اصحاب البيت جم. ده اللي انا كنت خايف منه. بقول لكم ايه؟ احنا لازم نستخبى بسرعه. احنا مش هنلحق نهرب. كل واحد يستخبى في حته ما يقولش للتاني عليها عشان لو التاني ده اتمسك ممكن يقول للاولاني فين المكان الاولاني بتاع التاني. لان ممكن اول واحد مثلا يتقبض عليه يقول لهم ده في الشقه بتاعتي وده في الاوضه ايه وده في الاوضه ايه. لكن يبقى كل واحد يستخبى يستخبى مع نفسه ما يقولش للتاني يستخبى في اي حته. الفيلا باربع سلالم يا معلم زمانهم طلعوا. الفيلا باربع سلالم بس. طب يبقى نستخبى بسرعه. أيوة. بس وانتوا بتستخبوا اهم حاجه ما تقولوش لحد لان انا ده حصل معايا قبل والله كده. والله حصل معايا قبل كده. كنت انا قبل كده في شقه. أيوة. كان معايا ناس قلت لهم استخبوا فهم ما استخبوش استخبوا. في سلمتين راحوا كده يا معلم. اجري بسرعه استخبى. يلا استخبى. لان اصل ده حصل لي عارف سنه 69 تقريبا. انت قلت لهم؟ قلت لهم يلا استخبوا 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 بسرعه. ها استخبيتوا؟ استنى حله المحشي. خلاص ما تعيطيش بقى يا حبيبتي بقى والنبي ما تعيطيش بقى. خلاص بقى يا حبيبي ما تعيطيش بقى خلاص. ما عيطش ازاي يا ابو ياد؟ ما عيطش ازاي؟ عيد ميادي بس النبي السنه يستنى باص خايس يا ابو ياد. معلش يا حبيبتي هو باص هو بس عشان مدير النادي بس. افضل ادادي بس يا حبيبي مش عيط بس. بس يا حبيبي انت حلوه خالص. هو بس المدير بتاع النادي. امشي يا مدير امشي يا وحش خلاص. هو وحش مشي. الراجل اصر يلغي العيد ميلاد عشان خاطر انت هزقتيه برضو يا حبيبتي. هو انا قلت له ايه يا مياد؟ قلت له ايه يا حبيبتي؟ ما انت بتقولي له انت راجل فاسي مش ممكن. ايوه فيها ايه؟ انا قلت له انت راجل فاسي. طب ينفع كده؟ انا لما اقولها يا حبيبتي غير لما انت تقوليها. ايوه فيها ايه كلمه فاسي؟ ايش بقى ايه القرف ده؟ النادي كله جري من حوالينا. انا بقول فاسل. ايوه ما انا قلت له. انت ياجي فاسي فاسي. يا حبيبتي الكلام كله ليه معنى دي ليها ريحه. فهمتي يا حبيبي؟ ما انا كنت بقولها لاصحابي واحنا صغيرين وكانوا بيموتوا بالضحك. عشان كده يا حبيبتي كانوا بيضحكوا. بصي بقى لما تعوزي تشتمي حد تاني قولي لي وانا اشتمه لك. اوكي يا مياد انا قلت لك هاتي دكتور يظبط لك الكلام. ما انا جبت يا حبيبتي دكتور عشان خاطر يظبط لك الحرفين. وقع مننا 8 اعمل ايه؟ وانا اعمل ايه؟ انا هقول لك تعملي ايه. انا اللي هساعدك. سيبك من الدكتور ده. ماشي قولي ورايا. سيس سيس. طب ما انت حلوه اهو. انا مش يدغى في حرف السي. طب انت لادغى في ايه بالظبط حددي. انا يدغى في حرف يه وحرف يام. طب ايه عارفينها؟ ايه يام دي؟ حرف يام. ايام ايام شاهين. يا ميوت ايام ايام وبنعيشها عمرو دياب. يا ميوت لا ايام زي كلمه